بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. كل إنسان في الحياة كما أن الله رزقه العافية كذلك معرض لسلب العافية أو الامتحان بالعافية. فمرة يسلب العافية فيقع في المرض، ومرة يبتلى حتى يفحص أهو شاكر لله وصابر أم هو على غير صبر وشكر. العافية تحتاج من الإنسان إلى شكر، والبلاء يحتاج من الإنسان إلى صبر. هذا بالنسبة لجميع الخلق. أما أهل الفضل وأهل الكمال والكرامة فالعافية لهم تحتاج إلى صبر، والبلاء يحتاج إلى شكر ورضا. وهذا خلاف ما عرفه الناس. العافية تحتاج إلى صبر، والبلاء يحتاج إلى شكر ورضا. كيف يكون ذلك؟ الإنسان في حال الصحة والعافية يحتاج إلى شكر العافية عند كل الناس، يقول الحمد لله، والله متفضل علينا ومنعم علينا، والحمد لله على نعمة الله، يشكر الله على نعمة العافية. أما عند الكمل من أولياء الله العافية بلاء، لأن الإنسان يغتر بها، وغرور الإنسان بالعافية يوقعه في كثير من العجب أو من نسيان النعم. عندما يغتر بالعافية يرى أنه سيعيش مديدا، ويرى أنه في الحياة ذو قوة وصحة، نسي أن القوة بيد الله وأن العافية بيد الله. والله تعالى أخبرنا فقال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فسواء استغنى بالمال أو استغنى بالعافية. فلذلك أهل الكمال عند العافية يحتاجون إلى صبر على النفس لئلا تغتر بالعافية ولئلا تغتر بالزمن. فالعافية لا تدوم، فدائما يصبرون على مخالفة نفوسهم وعلى مخالفة أهوائهم، فيسألون الله دوام العافية، ويسألون ثبات العافية، ويسألون الشكر على العافية. وأما البلاء فالناس ينظرون إليه أنه من الله تعالى، لكن يحتاج إلى صبر. الآلام والأوجاع والأمراض بده يصبر عليها، هذا حال الناس أكثرهم. أما حال أهل الكمال فعندما يبتلى بالبلاء يعلم أن البلاء هو فحص وامتحان، فلذلك نجدهم دائما
يشكرون الله على البلاء لأنه يمحو الذنوب ويكفر السيئات ويرفع الدرجات. فإذا ابتلي أحدهم تجده في بمنتهى الرضا عن الله، راضي عن الله، شاكر لله مع البلاء، لأن البلاء طهرة للمؤمن. الله يبتلي الإنسان ليطهره من الذنوب والخطايا والنقائص. فصلى الله على سيدنا محمد الذي علم الناس الرضا عن الله، كيف يرضون عن الله. فإذا الإنسان ابتلي بأي بلاء في الحياة، ابتلي، فليعلم أن البلاء فحص وامتحان. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم يعني ليمتحنكم أيكم أحسن عملا عند البلاء، عندما بيصيب البلاء، فهل أنت راضي عن الله وشاكر، أم أنت تئن وتشكو الله إلى الخلق. ليبلوكم. وقال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين على البلاء، أما الراضين فبشرهم برضوان الله. والله تعالى يرضى على العبد عندما يرضى العبد على تقدير الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد أن يدرك رضاء الله فليرضى بتقدير الله، سواء كان التقدير مرا أو كان التقدير صبرا، فعليك أن ترضى بقضاء الله وقدره. وأشد ما في البلاء والمرض، أشد ما فيه الموت، أشد البلاء الموت. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما أدركه الموت بكى، فقالوا له: على ما تبكي يا أبا هريرة؟ قال: أما والله لا أبكي على دنيا فاتتني ولا على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد السفر وقلة الزاد. سفر طويل بعيد، والزوادة قليلة، فشلون ما بدي أبكي وإني في صعود. هلأ بدي أصعد إلى الله، بعد الصعود في نزل، فلا أدري أأنزل إلى جنة فأهنى أم إلى نار فأعزى، مالي عرفان حالي. فهنا الواجب على المسلم إذن أن يقابل الله بالرضا عن البلاء، والحمد لله على كل حال، ولا يشكو إلى الناس قلة الزاد. هذه كانت أخلاق الناس عامة، حتى أنهم رأوا أعرابيا في النزع، فالأعراب قالوا له، لما أتوا الأطباء قالوا له: إنك ستموت، يعني هذا مرض ما في منه شفاء. فقال: إلى أين أذهب؟ يعني بعد الموت وين الروحة؟ طمنوني روحتي لوين بدها تكون؟ قالوا: إلى الله تعالى. وأن مردنا إلى الله، نرجع إلى الله. قال: إلى الله؟ نعم إلى الله. فضحك
خير؟ قال كيف أكره أن أذهب إلى من أرى لا أرى منه إلا الخير في كل حياتي، كل حياتي رأيت منه الخير، هل إذا رحت لعنده رح أشوف غير الخير؟ فكله كله خير وكله رحمة وكله عفو وكله صفح، فكل حياتي ما رأيت منه إلا خير، هل إذا رجعت لعنده بيقابلني بغير الخير؟ هذا ابني الإنسان في الحياة. فإذا أصاب الإنسان مرض يقال له عند الناس مريض، شو منسميه؟ مريض، سواء كان البلاء صغيرا أو كبيرا يقال له مريض. هذا المريض في الإسلام له آداب، من سلك آداب المريض انتفع في دينه ودنياه واكتسب الخير في حسناته ومحيت عنه سيئاته. إذا عرف أدب المريض، هل لك أن تزور مريضا أم لا؟ لو عرف الإنسان ماذا عند المريض لما ترك مريضا إلا وعاده. الله عز وجل يوقف العبد بين يديه فيقول له: عبدي مرضت فلم لم تعدني؟ فيقول العبد: تباركت ربي وتعاليت، وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ هي ما أعرف أن الله بيمرض، تعالى الله عن ذلك، كيف مرض؟ فقال: أما سمعت بفلان أنه مريض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. لأن المريض دائما في مرضه يتقلب وهو يئن ويعن، دائما بيذكر الله: يا الله يا الله يا الله دائما. والله تعالى جليس من ذكره، فلو عدته لوجدتني عنده، لأن المريض مكسور الخاطر وهو يذكر الله، فالله تعالى جليسه. لذلك المطلوب من المسلم زيارة المريض. فالمريض إذا أردنا أن نزوره له آداب، علينا أن نعمل بآداب المريض حتى نكتسب الأجر عند الله تعالى. وهذا كما مر معنا في حديث: حق المسلم على المسلم خمس، من جملتها عيادة المريض. هذا حق على كل مسلم أن يعود أخاه المريض. ما عم نقول زيارة المريضة، المريض شو يقال لها؟ عيادة. أما الصحيح إذا رحت لعنده شو اسمها؟ زيارة. الصحيح له الزيارة والمريض له. ما الفرق بين الزيارة والعيادة؟ الزيارة إذا زرت أخاك المسلم ما يقدم لك فهي كرامة منه إليك. أما المريض إذا عدته ما يقدمه لك فهو ذهاب من أجرك، ضياع من أجرك وحسناتك. هذا الفرق بين الزيارة وبين العيادة. فلما بتزور الصحيح قدم لك طعام، قدم لك شراب، قدم لك كساء، أراد يدللك فلا مانع منه أبدا، بدك تقبل منه لأن كل ما يقدمه تكريم إليك. أما المريض فكل شيء يقدمه إليك سواء كان مأكولا أو ملبوسا فهو ذهاب لأجرك، ما لك فيه ثواب مطلقا، راحت ثواب الأجر العيادة أبدا. اثنين، الزيارة زيارة الصحيح في طريقك إلى زيارة أخيك يلقاك ملك، وهذا الملك يقول لك: لماذا تزور أخاك؟
لله. فالله عز وجل يبعث الملك فيكتب لك الحسنات في زيارة أخيك المسلم. أما عيادة المريض فطريقك ذهابا وإيابا يكتب لك بساتين في الجنة، بساتين في الجنة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بزيارة المريض، قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. يعني الطريق يكتب ذهابا وإيابا، روحا رجعا. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. جناها يعني قطف السمر، سمرها مستوي. وخرفة من المخارف، مخارف الجنة بساتينها من الأشجار، أشجار النخل أو غير الأشجار. فبساتين الجنة. أديش الطريق معك روحة رجعة؟ كيلو متر روحة وكيلو متر رجعة، فلك 2 كيلو متر في الجنة. 2 كيلو متر في الجنة، هذا مجرد الروحة والرجعة. أما شو في بها الروحة والرجعة؟ نشوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في ذهابك إلى المريض وعودتك منه. أديش طريقك؟ هاي بساتين في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني صباحا، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. لو ملك واحد دعا لك ما بكفي؟ 70,000 ملك حتى يمسي. وصلاة الملائكة دعاء واستغفار، فيطلبون الله من الله رحمة لك ومغفرة. و70,000 ملك من على بكرة لعشية عم يشتغلوا بزيارتك لعند المريض. وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. شو الخريف؟ بستان في الجنة. هذا إذا عاد المريض بستان في الجنة. وصلى الله عليه وسلم لما بين للصحابة قال: لقيد صوت أحدكم في الجنة. الصوت العصاية اللي بيضرب فيها الدابة، يعني عبارة عن شافة خشبة طول الضراع. قال: لقيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا قد ضراع بالجنة، خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان لك بستان في الجنة، البستان قديش طوله؟ قديش عرضه؟ على مسافة روحتك لعند المريض. قديش المسافة؟ فمسافة 2 كيلومتر، فإلك 2 كيلومتر، ما على كيلومتر تبع أرضنا، على حساب الله، ما على حسابك. حساب الله: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالكيلو المتر هون قديش بيطلع هنيك يا ترى؟ بيطلع 1,000 كيلومتر يا ترى. فهذا يا ابني بستان في الجنة على حساب الله، ما على حسابك. هذا إذا عدته. فلو المسلم عاد في الجمعة مريض واحد، في الجمعة مريض واحد
بالشهر كم مريض بيعود؟ 4 مرضى بالشهر. فإذا كل مريض كان كيلومتر، روحة كيلو ورجعة كيلومتر، معناتها الأربعة بقديش بيطلعوا؟ 8 كيلومتر. كيلومتر 8، كيلومتر قديش؟ 1000 متر. يعني بالنسبة للأرض 1000 متر قديش بيطلعوا؟ دنم، يعني دنم، يعني إلك بكل شهر قديش؟ 8 دنم أرض. خلينا نعاملكن على الأرض اللي عنا، ما بدنا على الآخر. هون 8 دنم، 8 دنم أرض، كم شجرة بيزرعوا؟ بالدنم بينزرع أقل ما يكون، بالدنم بينزرع ما بين 150 و180 شجرة، هذا بالدنم. إذا زرعن وبين كل شجرة وشجرة عبارة عن 6 أمتار، بده حول 180 شجرة. بالسنة كم دنم؟ إذا بالشهر 8 دنم، 96 دنم، قريب 100 دنم. يعني هذا بيأدي بالسنة 100 دنم أرض. كم شجر نزرع لك؟ 18,000 شجرة. هذا كعيادة مريض فقط، ها، كعيادة مريض فقط. 18,000 شجرة. البستان ما بيطلع مثل هون وجوبر، ها، بيطلع. هذا غير التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل واحدة عم تزرع لك شجرة، كل واحدة بشجرة. فلو كان كل يوم عم تسحب 100 مرة، كم شجرة عم ينزرع؟ 400 شجرة. 400 شجرة هدول كل يوم. هذا وبعد الصلاة، بعد الصلاة 33 سبحان الله، و33 الحمد لله، و33 أو 34 الله أكبر، 100 صاروا 500. ما هي 500 شجرة كل يوم. بالشهر 15,000. وهنيك قديش صار معك؟ معناتها قديش، كم بستان إلك بعمرك؟ كم بستان؟ هي الجنة ابن، الجنة اللي انت بتغرسها في ايدك. اما بتروح لانيك ما في شيء، ما بتلاقي شيء. يلي بتغرسه بتلاقي، جزاء بما كانوا ينامون ولا يعملون. فيلي انت عم تعمله بتلاقي هني. لذلك ورد في الحديث ان ادنى اهل الجنة منزلة، اصغر واحد في الجنة، من ينظر في ملكه 2000 سنة. 2000 سنة بيتم بيتفرج على الملك تبعه. هذا أصغر واحد، لأنه عم يشتغل، عم يشتغل تسبيح بعد الصلاة وقبل ما ينام وبالطريق وبالروحة وبالجي. هي أحبابي الجنة. فالجنة اللي أنت بتغرسها بإيدك، أنت بتغرسها في وقتك، في طريقك رايح جاي. فهي إذا عيادة مريض قديش إلك، وتسبيح فوق منها قديش إلك، واستغفار، فبيذهب للآخرة فيجد أمامه هذا النعيم المقيم. شجر غرسته بعبادتك وطاعتك، فهو شجر الطيب.